اول مصري يعيد في المغرب وفي مصر في يوم واحد. بس ايه رايك في الدبيح؟ بعرف اذبح ولا لا؟ صباح اللحمه، صباح البلفاف، صباح العظم، صباح كل حاجه، صباح الراس، صباح الدوره، ايوه صباح ايه تاني؟ ها صباح المصارين، صباح المصارين، صباح البلفاف. هذو المحتويات الداخليه ديال الكبش، الاعماق. هات لنا خمسه فات الكوارع وجنبيهم بقى شويه الحاجات بتاعتهم دول. ها سلطات؟ لا سلطات ايه، دول مش بتوع سلطات. هات لنا خمسه ممبار وخمسه لحمه راس وشويه تحبيش بقى بتاعتهم. الاعماق، كل سنه وانتم طيبين، عيد مبارك سعيد عليكم وعاشركم مبروكه. ان شاء الله عيد يكون جميل على جميع الناس، الأمة العربية والإسلامية. ايه العيد فرحة؟ ما ما يا زوز، مش هتعيد على الناس ولا ايه؟ عواشر مبروكة، ونتمنى لكم الصحة والعافية من بعد هذه الجائحة اللي دات، بعد الجريمة اللي حصلت من شوية. لا الحمد لله، هي دايت واخا بقى تبعنا، ولكن الحمد لله نجيدوا شوية نصبروا كي صبرنا اللي فات، خلاص هانت يعني، ونجي نديروا شويه ديال تعقيم القلوب ديالنا. يا رب اتمنى والله، هذه هي اللي كاينه، ماشي نخرجوا غير التعقيم الخارجي، التعقيم الداخلي الباطني. الباطني، ما هي الباطني للقلب كده بقى. نتمنوا الصحه والعافيه امين يا رب امين. بس كي جاتكم الجلابه المغربيه؟ طبعا الناس هتسالني، انا في حاجه غريبه حاصله، يعني هقول لكم اول عيد يعتبر ولا تاني عيد اضحى معاكم؟ لا تاني عيد. تمام، بس احنا ما هدرناش ايه الفرق ما بين العيد في مصر والمغرب. العيد في المغرب جميل، بس اللي انا خدت بالي منه ان الحانوت او الحوانيت، انتوا جمع حانوت ايه؟ حوانت. ايوه يا فندم، كل كلمه بتبتدي بحرف الايه. انسه من يا اخويا محل اكتريتها مقفول. ايوه عيده، لكن عيده مش مسكت. لا ما قلتش حاجه، بس احنا عندنا كده. لا لا عندنا الناس، طب ما الناس فاتحه في مصر ما بيمشوش يعيدوا. لا احنا معظم المتاجر كتسد، لان الناس كيمشيو عند والديهم. اها، هذا هو عيد الاضحى اللي الناس كتمشي عند العائله ديالو. انا معاك، انا مفيش، انا من حقهم انهم عايزين يعيدوا. كله هذا هو العيد. مفيش حاجه، انا بقول الاغلبيه كيسدوا نص نهار ونص نهار العشيه كيشيلوا. اوكي، يعني انا بتكلم، عندنا بيبقى ايام العيد دي على الاقل اول وتاني يوم بيبقى لازم يبقوا فاتحين، ممكن ياخدوا راحه ثالث ورابع كده. احنا دوك سميتو جروند سيرفاس ديال بحال مرجان بحال هذا، تا هو كيسد اليوم. والله كيحدوا العشيه؟ لا ما عرفتش انا، بعداك العام اللي فات كان العام كله. لا النهار كله، النهار كله يمكن حتى لغد ليه، حيت هذا هو العيد اللي كيسمع فيه، لان الناس هو العيد الناس كتجمع. دابا الاكثريه دابا هنا في الدار البيضاء والرباط وكل شيء، الناس هي من جميع المدن، دابا بحال اللي ساكن في اكادير، في وجده، في ورزازات، العيب كيمشي باش يمشي يعيد مع العائله ديالو. هذا هو العيد اللي كتجمع فيه الاسره، وكيتجمعوا بالاباء ديالهم بالاخوان ديالهم. هذا والله حلو. وبقات هذيك شي محلات عاديين، حوانت عاديين كيسدوا 10 ايام 15 يوم في البلاد. شو البلاد يقول لك؟ بيمشوا للمدن يعني. عندنا كده، بس بيبقى اغلبيتها لازم يبقوا فاتحين. يعني انت، احنا عندنا النسبة دي بتبقى مثلا 10% او 15% والباقي فاتحين. 15-10% بيبقوا قافلين. بس لا فن المعزة ده خروف، مش معزة، خروف معزة وتوات ان شاء الله، لو هتتبعوا حتى كلب البحر في الحمام. في الحمام عندها اسهال ولا ايه؟ ربنا يكفى يا رب. اتفضل يا معلم. يا ساتر. اتفضل يا ساتر. ايه؟ طلعت معلم. طلعت معلم. ما تنكرش، ما تقول لي ما تنكرش يا زوز. لا معلم، ما تنكر. اوعى تنكر. ايوه يا زوز حبيبي. معلم في الذبيحه وفي الصليخ. لا تصدق سلخت قبل ما اذبح. انا عايز اقول لك، يعني احنا عندنا الذبيح في مصر زمان كنا نجيب مثلا الحولي ونجيبه برضو في الدار، في احنا بنقول البسطه او مدخل العماره او البيت، وكنا بنذبح. في ناس لغايه دلوقتي بتعمل كده، وفي ناس بتهني راسها مثلا تجيب الخروف او الماعز او جاموس او الجمل مثلا، بيجيبوه عند الجزار
لو عايز تروح تذبح انت اول ذبحه والجزار يكمل بيكمل مكمل. انت فاهم؟ بيبقى اكتريه العائلات دلوقتي مثلا ايه يشتركوا يجيبوا جمل مثلا لا احنا كان عندنا انا معاك يجيب جمل ونريح راسنا وعند الجزار بقى طبعا احنا ما اكيد لا يعني الجمل اللي احنا وخا وخا هو كوكن ما كانش اسره وكانوا مجموعين فيه واحد ما عندهمش القدر يكون دابا بحال لازم واحد العائله هو اللي يكون لازم يكون القرابه ايوه اما ملي كتكون هذا كتسمى غير كنوزعوا اللحم وصافي لا ما انت لازم اول قطعه دي بس اول قطعه وبعد كده هو الثاني بيكمل بقى بيشفي زي ما احنا بنقول بيشفي ما عارفش انتوا عندكم احنا كنقولوا سلخ هو تشفية والسلخ والكلام ده بس يعني ايوا كل شيء مهم احنا غير كنقولوا كما تكون هاد الاعياد كتجي باش نراجعوا داك الشيء اللي ديال السنوات اللي فات بحال دابا السنه اللي فات نشوفوا الاخطاء اللي درنا ولا نشوفوا بزاف ديال الحاج ونحاولوا العيد خصنا بحال اللي كنقولوا محل استراحه نشوفوا داك الشيء اللي دار الماضي بس برضه ما تنكرش ان الجلابه زوينه يعني هنلف قلت لي زوينه انا قلت لي زوينه خليها زوينه ماشي زوينه ماشي زوينه كتعجبني غير اللغه ديالك اللي مالها سينتو ميري بيرتو اوكي افتر 1 اور ويل بي ارايف ان ستيشن 4 What's the meaning of the quatre? Quatre, Roberto, quatre. Who's quatre? زوينة اللغة ديالك ماشي خايبة مش انتوا بتتكلموا كده مش بتقولوا كده صافي احنا ما بنخبروا كنشوفوا شنو ده بس انتوا بصوا انتوا تضحكوا يعني تضحكوا ليه لو ما قلتش حاجة خليك مغربي خليك مغربي زوينة وصفيفة الماك ثانية مراتي في أول مصري يعيد في المغرب وفي مصر في يوم واحد ثانية واحدة خليكم معايا وصراحة تقابل جاموسة عيني ملقتهاش جاموسة ليلي لقطها بقرة يا عيني ليلي اوعى اوعى يا ولا انا كده عايش بالمصري تمام كده بالمصري والخليجي انا كنت معايد بالمغرب حد عملها؟ لا دابا انت درتي العيد دوبل روشارج ايه رايك؟ درتي عيدين عشان ما حدش يزعل لا ما حدش يزعل لازم كده برضه دابا درتي خاطر المتر ودرتي خاطر عشان ما حد عشان يعني انا لما لبست دي الناس مسكت فيها العيد اللي فات انت ليه مش لابس العبايه المغربي يا جماعه والله ما فيش عبايه مغربي انا مش قصدي عادي ما فيش مشكله دي معروفه ان احنا بنعيد بيها وشفت الناس في المغرب شفت الناس هنا في المغرب بيعيدوا بيها بس يعني هي في الاول وفي الاخر اسمها جلابه جلابيه دي جلابه ودي جلابه الكشابه الكشابه بنقول جلابيه لا احنا بنقول كشابه جلابيه هي بصي منتشره كتير في الخليج بس كاينه عندنا في مصر بتتلبس في مصر كتير وفي اوقات مثلا هتلاقيهم صلاه الجمعه الاعياد زينا احنا في رمضان بالظبط هذه راه كتلبس غير هو دابا انت مصري خصك تلبس زي المغربي يا باشا شرف ليا يا زوز ده شرف قسما بالله شرف والله العظيم مش شرف اخوكي لا شرف ليا حبيبي يا حبيبي شرف والله دابا انت كتعز العالم المغربي عز القشابه المغربيه من هو انا عشان اعز هو بالجلابه مغرب في القلب يا بنتي عندنا شحال مشكل من هذا الشيء كاين زيت تقليدي زوين كل شكل تاخذ منه كاين واحد شكل خرطه كاين واحد الجبادور بالسروال السلهام ده اللي هو بيبقى مثلا البرنوس البرنوس وانت البرنوس سميته برنوس بالعربي لا البرنوس ده نعرفه بحاجه ثانيه ما تعرفش بين البرنس البرنس بيبقى حاجه خفيفه كده صح بتلبس على الجلابه على الجلابه لكن احنا بنقول على البرنس ده البرنس ده من ورد الحمام ايه معلم البرنس من والله او نبقى طالعين ايوه ما هو لما بنبقى طالعين من البسين او حمام السباحه بنلبسه بنقول عليه هات البرنس
لا حنا البروس عندنا هو السلعب. وانت لاطيت ديالك كتلقى العبار ديالك ما تلقاش مشكل. لا انا بحب دائما احافظ على سليم تسليم تسليم، فانا البس اي حاجه في اي حاجه. راك انت جوكر راك يجيك يا برنس. انسى خلصت يا خلصانه يا باشا خلصانه يا زوز. يا الحمد لله الحمد لله على كل حاجه الحمد لله. بس احنا قلنا نعايد عليكم كل سنه وانتم طيبين وربنا يخليكم لينا وما نتحرمش منكم ولا من مشاهدتكم لينا ولا من الكومنتات ديالكم. هتقول حاجه زوز؟ لا غنقول غنقول حتى بالنسبه لكم الناس مساكن اللي تحصروا دابا في الخارج واللي تحصروا حتى عندنا هنا في المغرب. ربنا يعينكم. حنا غادي نعيدوا معاهم دابا، حنا راه تعيدنا ودابا عيدوا معنا جوج الاعياد، عيد ديال مصر وعيد ديال عيدين عيد مصر وعيد المغرب. عيد المغربي تمام كده؟ والله يرزقهم الصحه والعافيه ويحميهم الله من هذا امين يا رب، من هذا الوباء يحمينا كاملين ويرجعوا يرجعوا بلدهم سالمين يا رب ان شاء الله ان شاء الله. نشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.